قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، نروح للميا ونتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير عليك يا لميا. صباح الخير عليك شاذلي، صباح الخير عليك منا، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا مصر. دلوقتي تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار امريكي سعر البيع فيه 24.22 والشراء 24.12. اليورو سعر البيع فيه 23.96 والشراء 23.86. جنيه استرليني سعر البيع فيه 27.83 والشراء 27.71. فرنك سويسري سعر البيع فيه 24.31 والشراء 24.20. اليوان الصيني سعر البيع فيه 3.32 والشراء 3.31. ريال سعودي سعر البيع فيه 6.44 والشراء 6.41. دينار كويتي سعر البيع فيه 78.20 والشراء 77.86. وأخيرا الدرهم الإماراتي سعر البيع فيه 6.59 قرش والشراء 6.56 قرش. دلوقتي ننتقل لأسعار الذهب النهاردة، ونبدأ بعيار 18 سعر السوق النهاردة 1035 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر السوق النهاردة 1207 للجرام، وعيار 24 1380 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب 9656. وبعد كده نرجع تاني لشاذلي ومنا نكمل معاهم باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك.